أتاني اليوم رد الأخ وزير المالية على سؤالي المتعلق في استقالة رئيس وحدة التحريات المالية وطلبي لجميع الإحالات التي قامت فيها وحدة التحريات المالية للنيابة، وكان جوابه على الشكل التالي: بما يخص استقالة رئيس وحدة التحريات المالية المسببة، وإن كان هناك لجنة تحقيق أجاب أفيدكم فيما يتعلق بالبند الأول من السؤال أن استقالة السيد رئيس وحدة التحريات المالية السابق قد تمت في عهد وزير مالية سابق، وإحنا نعلم الاستقالة مؤرخة ونعرف أن هذا التاريخ كان ليس في عهدك، ولم يجرى تحقيق في أسباب الاستقالة على حد علمي. شنو هو اللي على حد علمي؟ أما تم وأصبحت هناك لجنة تحقيق أو لا؟ طيب أنا أعلم أن هذه الاستقالة تمت في عهد وزير مالية سابق، ولكن هذا وضع خاطئ قائم، ألا يجب تصحيحه؟ نصيحتي للأخ وزير المالية، الآن أنتم في حكومة تصريف عاجل، إن أتيت واستمرت إجابتك بهذا الشكل ستجيبني على منصة الاستجواب،